ازيكم يا اولادنا؟ النهارده هناخد درس جديد وهو كون بلسمن. يعني ايه يا اولاد كون بلسمن؟ بلسمن يعني الدواء الشافي. للشاعر ايليا ابو ماضي. يلا ناخد مين ايليا ابو ماضي ده؟ بصوا معايا كده، هو احد شعراء المهجر. ويعني ايه احد شعراء المهجر؟ يعني اللي هو بيهاجر من بلد لبلد. ولد في لبنان عام 1891، انتقل إلى الإسكندرية ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لو تاخدوا بالكم هو اتولد في لبنان وراح للإسكندرية وبعد إسكندرية الولايات المتحدة الأمريكية، يبقى هو هاجر من مكان إلى مكان، عشان كده قلناه هو أحد شعراء المهجر، يعني الشعراء الذين يهاجرون من مكان إلى مكان. من دواوينه؟ يعني ايه دواوين رميس؟ يعني الكتب بتاعته الممتلئه بالشعر. الجداول، الخمائل، تبر وتراب، الغابه المفقوده. يبقى تاني، نقول تاني من دواوينه؟ الجداول، الخمائل، تبر وتراب، الغابه المفقوده. توفي عام 1957. طيب بصوا معايا كده ميس، انت قلت لنا عنوان الدرس اسمه ايه؟ كون بلسمن، يعني كون الدواء الشافي. ميس هو انا دواء؟ لا يا حبيبي، انا مش قصدي كده يكون دواء شافي، انا قصدي ان هنا ان انت تكون متفائل دائما. فالشعر هنا يوضح قيمه التفاؤل. اصل انا لما اكون متفائل هقدر اواجه الصعوبات والشدائد التي امر بها. ففي هنا في النص بتاعي الشعر بيدعوني الى التفاؤل، عشان انا لما اكون متفائل هقدر اواجه الشدائد، ومن هنا يقدم لنا بعض النصائح الغاليه كي نسعد في حياتنا. بص النص بتاعي بيقول ايه؟ بص النص بتاعي بيقول ايه؟ كن بلسما ان صار ظهرك ارقما، وحلاوة ان صار غيرك علقما. احسن وان لم تجزى حتى بالسنة، اي الجزاء الغيث يبغى ان هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما. عد الكرام المحسنين وقصهم، بهما تجد هذين منهم أكرما. يا صاح خذ علم المحبة، خذ علم المحبة عنهما. إني وجدت الحب علما قيما، أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وأبغض فيمسي الكون سجنا مظلما. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهم. بص بقى معايا كده واحدة واحدة. فأول بيت الشعر بيقول إيه؟ كن بلسما إن صار ظهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. بص معايا واحدة واحدة. في البيت الأول بيقول إيه؟ كن بلسما، كن أنت الدواء الشافي، والمراد كن متفائلا دائما. إن صار ظهرك، أي إن تغير الزمن وتبدلت أحوال الناس. أنا هكون متفائل دايما. إن تغير الزمن وتبدلت أحوال الناس. فهنا بص بيقول لك إيه؟ إن صار ظهرك أرقما. الأرقم هنا حية من أخبث الحياة. ليش يعني إيه حية؟ يا حبيبي يعني ثعبان يا بابا، يعني حية يعني هنا إيه؟ ثعبان. والمراد هنا أي صعبا. يعني أنا لما هكون تواجهني مجموعة من الشدائد دائما أكون إيه؟ متفائل. مهما تغير الزمن وتبدلت أحوال الناس. معنى حلاوة هنا جمالا، والمراد حسن الخلق ومتسامحا. غيرك انت بابا، يلا قول معايا غيرك يعني ايه؟ خدناها كذا سنة، سمعاك سواك شاطر، جمعها أغيار، جمعها ايه؟ أغيار. أحسن وإن لم تجزى حتى بالسنة، أي الجزاء الغيث يبغى إنهما. أحسن، قدم الإحسان والخير. ميس أقدم الإحسان والخير للناس مهما أساء إليك الناس. أنت كل اللي عليك إن أنت تقدم لهم الخير والإحسان مهما أساء الناس في معاملتك. أحسن وإن لم تجزى حتى بالسنة، أحسن وإن لم تكافأ بالمدح والشكر. أي الجزاء الغيث يبغى إنهما. هنا الشعر بيعطيني مثال جميل جدا، بيقول يقدم الخير للناس وكن متسامحا معهم حتى إذا لم يعطيك الناس إيه؟ حقك من الشكر والتقدير والمدح. طب بصوا هنا بيضرب لي مثال، بيقول لي هو المطر
لما بينزل من السماء وبيطلع زرع وبناكل احنا خضروات من الزرع ده، بينتظر شكر؟ حد بيشكره؟ لا طبعا، ما حدش ايه بيشكره. فاحسن وان لم تجزى حتى بالسنه، اي الجزاء الغيث يبغى انهما. يعني انت قدم الاحسان الى الاخرين مهما يقابلك الاخرين بعدم المدح والايه والذم. بص معايا كده يقول لي ايه، تعالوا ناخده كده مواطن الجمال اللي وردت في البيتين دول. كن بلسما، كن، كن ده ايه؟ اسلوب امر، اسلوب امر غرض النصح والارشاد. كن بلسما، ميس هو انا بلسم؟ ميس هو انا دواء شافي؟ لا، تصوير هنا حيث صور الانسان بالدواء الايه الشافي. يبقى كن بلسما فيها حاجتين، اسلوب امر غرض النصح والارشاد، الله يرضى عليك وانا سامعاكم شاطرين، وتصوير حيث صور الانسان بالدواء الايه الشافي. صار ظهرك أرقما. طب تيجي كده ناخدها، صار ظهرك أرقما، صار الزمن حي ثعبان. هو الظهر حي ثعبان؟ لا، الظهر مش حي ثعبان، الله يرد عليكي سامعاكي، تصوير حيث صور الظهر بالايه بالثعبان. حلاوة حسن علقم شيء مر. يبقى حلاوة علقم بينهما تضاد يوضح المعنى ويقوي. حلاوة علقم بينهما ايه؟ تضاد يوضح المعنى ويقوي. أي الجزاء الغيث يبغى إنهما؟ ده أسلوب استفهام غرض النفي. طب ميس يعني إيه غرض النفي؟ يعني إجابته لأ. هو حد بيكافئ المطر عشان بينزل، حد بيكافئ المطر عشان بينزل من السماء وبيطلع لنا الخضروات؟ لأ. يبقى ده بسميه نفي، بسميه إيه؟ نفي. يبقى أي الجزاء الغيث يبغى إنهما أسلوب استفهام غرضه النفي. طيب هو الغيث بيعطيني؟ لأ، تصوير حيث صور الغيث بإنسان يعطي. بص معايا كده، تعالى كده انا محضره لك حاجه كده، الشرح كده هعمله واحد اتنين. بص معايا، كن بل كن كالدواء الشافي من الامراض الذي يخفف عن الناس احزانهم والامهم حتى اذا تغير الزمن وتبدلت احوال الايه الناس. قدم الخير الى الناس ولا تنتظر منهم المقابل، فالمطر اذا سال لا ينتظر المكافاه او شكرا من احد. إلى لقاء آخر في درس آخر إن شاء الله.